من جهة أخرى تلقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي تهنئة من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون بمناسبة الذكرى الأولى لتوليهما منصبيهما، حيث أعرب سمو الشيخ ماجد بن محمد عن امتنانه وسعادته بالثقة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للقيادات الشبابية للعب دور هام في استمرار مسيرة النهضة وريادة ورقي في دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة دبي.